ليلي علي ميلي ليلي ويوم الزنار النيلي يا نمن مخان وقلبي نار خد التراب ويطوي ليلي. سلام عليكم. لا شباك ابو زغلول، لا شباك شباك ما تفعل انه كلمة السردي بو هاتمن على راسي عمي زلعوا ابدأني. شبنا صديق قلبي شبنا، روقنا شوي روقنا. لك سعسوحة ليش الفهمان بيريح؟ لأنه بيفكر بأعله، يعني والله طير لي زازعينة من راسي بفوتو هيك مثل الجحش. شو بتقصد أبو هدو؟ يعني أنا ما عندي عقل؟ لك يا أخي يا أبو زغلول، البني آدم بيتميز عن الجحش بأعله، يعني خلص أنا وياك اتفقنا على كلمة سر خلينا نشتغل عليها. من عدا شي نحن جماعة خلطي، قلنا لك بس تفوت قول احم احم ديبو مشان نعرف انك فايت، مو تفوت هيك مثل الجحش. صديق قلبي ابو حدو، هلا شو الفرق بين البني ادم والجحش؟ البني ادم معلوم، البني ادم بتميز عن الجحش، عنده عقل يفكر فيه، البني ادم عنده لسان يحكي فيه. بحياتك شفت جحش يتكلم؟